أهلا بكم، دعونا نكمل من حيث توقفنا، حيث كنت أتحدث عن التباعد، لكن الوقت قد نفذ. على أي حال، أنا عرفت بوضوح هذا المجال المتجه الذي يخبرنا عن سرعة الجسيمات لسائل ما عند أي نقطة. اسمحوا لي تنظيف هذا قليلا. لدينا هنا 1 تقسيم 2، السرعة سأعيد كتابتها تساوي 1 تقسيم 2 إكس آي. عند أي نقطة معطى لا يوجد مركبة لواي، ففي كل سرعة يوجد فقط اتجاه إكس، لا يوجد حركة للأعلى في مستوى إكس واي. وكنت أرسم بها، سأقول حسنا عند إكس تساوي 1 فإن مقدار السرعة يكون 1 تقسيم 2، ربما متر لكل ثانية إذا كانت هذه وحدتنا. عندما إكس تصبح تساوي 2 فإن السرعة تكون 1 متر لكل ثانية، صحيح 1 تقسيم 2 ضرب 2. علاوة على ذلك، إنها تذهب إلى اليمين، وأسرع الجسيمات تتحرك إلى اليمين. والآن نحاول الوصول إلى ماذا يعني التباعد. أولا لنأخذ التباعد لهذا الاقتران. إذن تباعد V، أي سرعة المجال المتجه، تشاهد أيضا إذا أردت أن تضع بعض الرموز في متجه لدينا V دوت V، لكن إذا كان لدينا بعد 1 فإن الاشتقاق الجزئي لمقدار X بالنسبة لـ X، ما هو الاشتقاق الجزئي؟ إنه يساوي الاشتقاق الجزئي بالنسبة لـ X لواحد تقسيم 2 إكس، إنها تساوي مشتقة هذا بالنسبة لي إكس فقط تساوي 1 تقسيم 2. إذن التباعد لهذا المجال عند أي نقطة هو 1 تقسيم 2. إذن هذه ماذا تخبرنا؟ حسنا، إذا ألقيت نظرة على التعريف هنا بالضرورة ستحصل على كم مقدار تزايد هذا المجال في اتجاه X، وهذا مرئيا لنا. تزايد المجال في اتجاه X يجعل المجال أقوى فأقوى، أو عندما نعرف سرعة الجسيمات عندما نسير باتجاه X نعرف أنها تتحرك أسرع وأسرع لليمين. والآن ماذا تخبرنا هذه؟ ما هو التباعد الموجب؟ إذا أخذنا دائرة عشوائية صغيرة، أعتقد أنك بدأت تكون مفهوما عن رسم الدائرة. إذا أخذتها عشوائيا سأرسمها بلون مختلف. هذه الدائرة ستكون عشوائية صغيرة، لكن أرسمها كبيرة لكي تشتمل على بعض المتجهات المتواجدة. ما الذي يحدث إذا كان لدي في الجهة اليمنى يوجد جسيم سريع في الخارج؟ دعوني أقول، في هذا الوقت المعطى، أقول في الواحد ثانية، في الثانية الواحدة تمر عن الجانب الأيمن الجسيمات تتحرك بسرعة. إذا كان لدي حزمة جسيمات تغادر الجانب الأيمن هذا، وفي نفس هذا الوقت لدي بعض الجسيمات تدخل من الجانب الأيسر ولكن تكون عدد أقل من الجسيمات، الطريقة التي يجب أن تفكر بها في أي فترة من الوقت ماذا يحدث؟ في هذا المكان لدي عدد قليل من الجسيمات الداخلة من اليسار وعدد أكبر من الجسيمات يغادر من اليمين، ماذا يحدث في هذا المكان؟ إنها تصبح أقل كثافة،
أليس كذلك؟ لأن في هذه المساحة سيصبح عدد الجسيمات أقل بعد فترة من الوقت، المغادرون أكثر من القادمون، يخبرنا التباعد الموجب هذا عند النقطة المعطاة، بالأحق عند أي نقطة في المجال المتجهي، التباعد هو 1 تقسيم 2 في كل مكان، عند أي نقطة في المجال المتجهي هذا المجال يصبح أقل كثافة، يمكنك القول أن المتدفق خارجا أكثر عند أي نقطة من المتدفق إليها، منطقي أليس كذلك؟ لأنه يتحرك إلى اليمين، إذا انتقلنا إلى ربع آخر سنتمسك بالربع الأول بينما نحاول الحصول على الموضوع البديهي، ولكن منطقية لأنها تتحرك إلى اليمين وجسيماتها أصبحت أسرع فأسرع، وهي نوع ممكن يقع خارجا. في الحقيقة فإن المشتقة بالنسبة لـ X موجبة، الميل من عنصر X لدينا متزايد أي موجب، كلما ذهبنا إلى اليمين سرعتها ستصبح أسرع فأسرع، ونعني أننا إذا رسمنا الدائرة في أي مكان سنحصل على الخارج لليمين أكثر من ذلك الداخل من اليسار، إذا سنحصل على كثافة أقل عند أي نقطة معطاة، على ما أعتقد سندرس عند أي نقطة مصدر الجسيمات، أو لدينا كرة جسيمات كثيرة ستخرج ليمين الكرة أكثر من الداخلة للكرة من اليسار، سنلاحظ تباعد موجب. حسنا، سيصبح المجال أقل كثافة عند هذه النقطة، أو النقطة التي هي مصدر المجال أو مصدر الجسيمات، يعتمد على النموذج الذي نريد استخدامه. والآن حسب ما قيل لنأخذ الوضع، إذن دعونا نأخذ الوضع المعاكس لنقول أن المجال المتجهي يساوي -1 تقسيم 2 xi، إذن التباعد، دعوني أستخدم هذا الرمز، التباعد للمجال المتجهي هو الاشتقاق الجزئي بالنسبة لـ x ويساوي -1 تقسيم 2. إذا قمت بالرسم البياني هذا محور y محور x، تماما محور x، كما نقول عند النقطة 1 السرعة تصبح لليسار 1 تقسيم 2، عند النقطة 2 السرعة تكون لليسار، إذن 1 متر لكل ثانية، والسرعة عند 3 تصبح 3 تقسيم 2 لليسار. هي لا تعتمد على واي، فقط تعتمد على إكس تماما هكذا. دعونا نرسم دائرة صغيرة ونرى ماذا يحدث لنرسمها هنا، يمكننا في أي مكان، إنها متناهية الصغر، لنحصل على بعد فترة من الزمن ماذا يحدث بعد ثانية واحدة. حسنا، عدد قليل من الجسيمات تغادر من الجانب الأيسر، وعدة جسيمات أكثر تدخل هذه المنطقة القليلة المعرفة لنا على دائرة. لدي الكثير من الجسيمات تدخل لليمين خلال الوقت المعطى عند أي فترة زمنية، وفي المنطقة المعرفة هذه نحصل على كثافة أكثر، ستكون جسيمات أكثر وأكثر في هذه المساحة مع مرور الوقت. للحصول على كثافة أكثر
هذه المساحة تستوعب الجسيمات. في المثال السابق مصدر الجسيمات الخارج أكثر من الداخل، الآن الداخل خلال اليمين أكثر من الخارج، هذا هو التباعد السالب. هل يمكن القول؟ لنفكر قليلا. كلمة التباعد عندما يكون موجب، إذا كان لدي تباعد موجب، الجسيمات أو المجال تتحول عن هذه النقطة. إذا كان لدي تباعد سالب، ربما نعرف مصطلح جديد، لم أسمع هذه الطريقة أبدا. ربما تباعد سالب يعرف تقارب، التقارب عكس التباعد. هنا على الرغم من أن بعض الجسيمات تغادر من اليسار، العديد من الجسيمات تأتي من اليمين، إذا تصبح أكثر كثافة فأكثر. وهذا هو المثال هنا، فعلا في كل نقطة في هذا المجال لدينا تباعد سلبي، في كل نقطة سيكون أكثر كثافة فأكثر، في كل مكان في المجال. هذا المثال التقليدي عن التباعد. أريد أن أبين لك أن المهم هو صافي ما سيأتي إلى منطقة معينة، لكن المثال التقليدي عن التباعد هو أن المجال يبدو شيئا مثل هذا، هذا محور Y وهذا محور X هكذا. إذا كان لديك مجال يشبه هذا، هذا مثال تقليدي عن التباعد السلبي، حيث من كل الاتجاه لدينا دخول للجسيمات، لا شيء يغادر، لذا من الواضح عند أي وقت معطى هذه النقطة تحصل على كثافة أكثر وأكثر. والمثال التقليدي عن التباعد الموجب هو النقطة هكذا. هكذا حيث من كل اتجاه يتم مغادرة الجسيمات بوضوح، هذه المنطقة تصبح أقل كثافة. إذا تحدثنا عن سرعة الجسيمات بعد أي لحظة من الوقت، جسيمات تغادر أكثر من تلك القادمة لأنه لا يوجد جسيمات قادمة. ماذا يعني إذا كان لدينا تباعد يساوي صفر؟ نحاول تأليف مجال متجهي التباعد فيه صفر، وسنبقى فقط في بعد واحد للبديهية، هذا يعني الاشتقاق الجزئي بالنسبة لـ x هو صفر. لنقول أن لدينا مجال متجهي هو 5i، مقداره دائما 5 في اتجاه x. اسمحوا لي أن أرسمه. محور y، تماما، مجال متجهي دائما 5. طريقة أخرى للتفكير، إذا كان لديك مجال متجهي ثابت، إذا قيمة المتجهات بغض النظر عن قيمة x دائما ستكون هي نفسها، إذا دائما تكون 5. هكذا نكمل نفس الشيء، دائما تكون 5. إذا رسمت المنطقة ماذا يحدث؟ هل الجسيمات الداخلة أكثر من المغادرة أم المغادرة أكثر من الداخلة؟ حسنا، لأي كمية قادمة مساوية لها كمية مغادرة في فترة من الزمن؟ إذا استخدمنا السرعة كمثال لنا، إذا كان لدينا تباعد صفر، هذا يعني أن ذلك الجزء من المجال لا يصبح أكثر أو أقل كثافة.
وكنت قد فعلت ذلك إذا كان لدي اقتران 2i زائد 2j، 2i زائد 2j لازالت ثابت، فإن مجال السرعة أو المجال المتجهي سيبدو شيء مثل هذا. كل النقاط هذه عبارة عن متجهات لها ميل يساوي 1، لكن أريدك أن ترى شيء في بعدين. سأفعل مثال أرقى في الفيديو القادم، ولكن حتى هنا إذا رسمت بعض المنطقة وهو نفس الكمية الداخلة نفس الخارجة، لا نحصل على أي كثافة عند أي نقطة. هذا عقلانيا لأن تباعد المجال المتجهي هو بالواقع تباعد كل منهما، لهذا المجال المتجهي الاشتقاق الجزئي لاثنين بالنسبة لx حسنا هو 0، زائد الاشتقاق الجزئي لاثنين بالنسبة لy يصبح أيضا 0. على أي حال لقد نفذ الوقت، سأراكم في الفيديو التالي.